بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أدعو الفاضل ساسي كومار، فليتفضل مشكورا. Good evening, Your Excellency Dr. Ahmed Mohammed Al Saidi, Minister for Health, Sultanate of Oman. Sheikh Hassan Ahmed Al Nabani, Deputy Chairman, Bank Sohar. Your Excellencies and our valued guests. عزة بنت فيصل الحارثية. أسأل الناس من هو يساومنا على حب قابوس. والفنانة العمانية المبدعة شيماء المغيرية. الجوائز الكبرى لبرنامج المميز للإدخار 2016، فليتفضلوا جميعا. ألف مبروك. مية وسبعة وعشرين. سوف يقوم معالي الآن بتدشين النسخة القادمة من البرنامج. بعد ما فتحنا حسابات المميز للإدخار مع بنك صحار أنا وأهلي، أنا ولله الحمد حالفني الحظ.